كل واحد ياخد التصريح بتاعه ويحفظ اللي مكتوب فيه صم. لو حد غلط او اتلخبط مش هتلاقوا اللي هيرحم. بتوع الحدود معاهم اوامر بضرب النار على طول. البنت دي مع مين؟ ما تقعدي يا بنت انتي. ماشي خالك الكذاب اللي انت عاملاها دي. معايا انا. خديها واقعدي على جنب. حقك عليا، حقك عليا. كمل كلامك. ما تعملش عقلك بقى عليا، انت الكبير برضه. وهو الباشا الاسم اللي طالع بيه ايه بقى؟ ماجد. ماجد التركي. اه. ودي بنتي. طيب يا عم ماجد. انا هيبقى ليا كلام معاك بعد كده، لكن الرحله طويله. المجموعه دي كلها بتشتغل مع عيله الرميسي، كلكم عمال عنده، هو اللي عامل لكم الورق والتصاريح. واي حد هيسالكم انتوا شغالين مع عيله الرميسي، وكل واحد يجي ياخد التصريح بتاعه. شريف الجمل. ايوه. فارس الدليمي. نعم. تتابع العمليات الأخيرة مش مرضي بالنسبة للقيادة ولا إيه يا فندم؟ يا ترى تأكدتم من تقرير وحدة المخابرات عن تحركات جو والتن؟ الحقيقة لا يا فندم. هو التقرير رصد نشاط لبعض نقط للتهريب بين الحدود العراقية السورية،
بس هما في المخابرات بيتوقعوا انه ممكن يكون النقيب جو والتون والسجينة المصرية اتنقلوا من خلال الحدود دي. اتنقلوا ولا عدوا؟ اسف يا فندم، مش فاهم الفرق بين الكلمتين. الفرق كبير قوي يا حضرة الضابط. اتنقلوا ده معناها ان في ناس نقلوهم من مكان لمكان وهم مش واعيين. انما عدوا ده معناها ان هما الاثنين عبروا الحدود بكامل ارادتهم وبترتيب. ايوه يا فندم، بس النقيب جو ما تقوليش النقيب جو والتون وان احنا متاكدين من اخلاصه ولا العسكري. هو ده مش حقيقي. لا مش حقيقي. الحقيقه الوحيده اللي اعرفها يا فندي ان في بطل من ابطال المقاومه وقت ما كنا بنضرب الفلوجه، تقرير المخابرات بتقول ان هو يشبه الى حد كبير جو والتون. انا متهيألي يا فندم ان دي حرب معنويه بيوجهها العدو ضدنا. حرب معنويه؟ احنا يوم ما كنا بنضرب الفلوجة ولا المحمودية تفتكر الناس اللي كنا بنضربهم هناك دول عندهم الوعي عشان يعرفوا يعني ايه حرب معنوية؟ معرفش. اوامر حضرتك ايه بالنسبة للحصار على المدنيين؟ هننسحب ونرجع نضربهم تاني، هي دي الخطة. خطة؟ خطة ايه دي يا فندم؟ ايوه هي دي الخطة. انت مش لسه قايل بلسانك الحرب المعنوية؟ يبقى احنا هننسحب ونرجع نضربهم تاني لغاية ما اليأس يسيطر. يسيطر على مين بالظبط؟ سؤال وجيه جدا، بس للأسف ما اقدرش اجاوبك عليه بصوت عالي. تقدر تتفضل دلوقتي يا سيادة النقيب. لو النقيب جو والتون كان بيحارب فعلا مع المقاومة في الفلوجة أثناء ضربها، تفتكر حضرتك كان بيعمل كده ليه؟ سؤال وجيه جدا واقدر اجاوبك عليه بصوت عالي عشان تقدر تعرف يا حضره النقيب الفرق اللي بيننا وبينه وتعرف وتتاكد ان احنا بنخوض حرب شرسه ضد الارهاب. هي ما كلتش حاجه ليه؟ ملهاش نفسي يا يوسف، احنا بنتعامل مع نور على انها عيله صغيره ومش فاهمه حاجه. هي يمكن تكون مش فاهمه حاجات كتير بس اكيد حاسه بكل حاجه. لما اتجوز نفسي يبقى عندي بنت زيها. تخيلي يا دنيا لو عندي بنت زي نور، ما افتكرش اني هفضل في الجيش. ما اقدرش ابعد عنها لاي سبب. بس مش هتطلع شبهكم، انا قصدي انت وميليسا. انا بتكلم بصراحه انتوا الاثنين كده مش راكبين على بعض. شايف الجمال؟ ايش جاب لجاب. طالما انت بتتكلمي بصراحة انا برضو لازم اتكلم بصراحة. ايه يوسف انا بهزر؟ وانا بتكلم جد. في حاجة عايز اعترف لك بيها. الافراج عنك من السجن كان بالاتفاق معايا. ما انا عارف، ما انت اللي كتبت التقرير. دنيا القيادة عندي كان ممكن يحط التقرير ده في الدرج وما يوافقوش على تنفيذ اي حرف واحد فيه. الإفراج عنك كان بناء عن خطة أمنية تطمني لي وعن طريقك ندور على أدهم بجنيد. يعني أنت ما كنتش مقتنع ببراتي؟ هم اللي ما كانوش مصدقين. كنت أنا كنت مصدق ولا لغاية ما اتخطفنا أنا وأنت كنت بتمثل علي؟ لا كنت مصدق وعمري ما مثلت عليك يا دنيا. الحكاية كلها إن كان جوايا حاجة كنت عايزك تعرفيها عشان جايز الرحلة بينا تنتهي بعد ما نوصل سوريا. معلش الدنيا هوا هنا، هشوف حتة بمندرية علشان البنت. ايه رأيك في نفسك؟ خلاص نهاية المعركة لصالحك يا فارس يا عظيم. خلاص عوضت خسارتك في الحرب وعوضت احساسك بالتعاطف ناحيتها وناحيه نور، واللي عقلك الامريكي حوله لاحساس من الضعف لازم تهرب منه. يا ترى سعيد بالانتصار يا سياده النقيب؟ اوعى تكذب على نفسك وتقول انك في حاله رضا من اكتشاف حاجات كل يوم بتثبت لك ان انت اللي كنت عايش في تخلف مش هما. بس انتصارك المره دي كان على ناس ضعاف قوي. قبلك ناس كتير زرعوا فيها إحساس الهزيمة والتجريح، ويوم ما قررت الدنيا أبو ليلى إنها تحيي الأمل جواها بمنتهى الضعف محيته أنت بمنتهى الضعف.
قسوة. اوعي تسامحيني يا دنيا، اوعي تسامحيني يا نور. يا عم اسمع بس اللي بقولك عليه، احنا قبل ما نوصل الحدود باتنين كيلو هنخلص عليه. يا عم اهمد كل ده عشان زعلك قدام الناس، كبر دماغك. ما انا عايز اكبرها وعليها كمان، علشان كده انا ليا مزاج في مراته. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا، فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. صدق الله العظيم. في ايه يا شريف؟ بابا بابا انا جاي اعتذر لك، انا اسف. سامح لي يا بابا، سامح لي. ربنا يهديك يا ابني. الناس بتزعل لما بنكذب، بتزعل لما بنقول الحق. يا دنيا اللي قلتهولك ما لوش اي اهميه، غير ان كنت عايزك تبقي فاهمه كل حاجه حتى اخطائي. ده ذنبي، انا حاولت اتطهر حتى من ذنوب انت ما تعرفيهاش. انت مالكش ذنب يا يوسف، ولا حتى القائد بتاعك له ذنب. ده ذنبي انا. ذنبك انت؟ كنت عبيطة، نسيت نفسي، نسيت أدهم، نسيت حيدر، نسيت الحرب. اتهيألي إن الإحساس بالأمان ممكن يواجه الظلم. اتهيألي إن التفاهم بينا حصل لأن إحنا الاتنين كنا محتاجين نقف ونفهم. وإيه اللي حصل يا دنيا عشان كل ده؟ التفاهم وحلم بإحساس الأمان مش جريمة، مش نقطة ضعف عشان تبرئي نفسك وتهربي منها بقية عمرك. الجريمة إني ألغي عقلي وأقول إن الكره اللي بيننا وبينكم من سنين ممكن جدرانه تتهد بتجربة فردية. والعالم كله مين غيري أنا وإنتي ونور والملايين زينا؟ اللي عايزين يبقوا زينا لازم يحاولوا، واللي عايز يحس لازم يتأكد الأول إنه لسه بيقدر يحس مهما كانت التجربة مؤلمة. أقول لك على سر. إيه تاني؟ أنا لسه ما قررتش حكاية إني أسلم نفسي في السفارة الأمريكية في دمشق. ليه؟ إحنا مش اتفقنا؟ وإنتم؟ إنت هتطمن علينا. إنت فاكر إنك هتمشي قبل ما تتأكد إن إحنا راجعين مصر؟ برضه مش هطمن غير وإنتم معايا. ما تقول الصراحة، شكلك كده عاوز تيجي معانا مصر. هي دي الحقيقة. الحقيقة كمان اني اتعودت على احساس العيلة وانا معاكي ومع نور. عارفة يا دنيا، نفسي اشوف ابويا. يا ترى عايش؟ يا ترى هيفرح لما يشوفني؟ يا ترى عندي اخوات؟ صعب اني اعرف ده وانا في سفارة امريكية في سوريا. الاحسن اني اعرفها من مصر. يوه ما توطي صوتكم شوية، مش شايفيني نايمة؟ انا اسفة يا ست نور وبعتذر فورا. انا اسف. بس خلي بالك مش هتكلم خالص. انا قصدي على الراجل هناك ده الغلس ده، شكله عايز يعمل معاك خناقة عشان انت زعقتله. ست دنيا، طيب انا همشي بقى. انت يا لي ان زيارتي ليك اكدت لك ان مفيش حد بعيد عن عينينا.
عارف يا ابو فراس، اليومين اجازه اللي خدتهم بسبب البرد ده خلوني عرفت ان الاجازات حلوه 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 قوي. بيني وبينك انا مش عارف هقول للولاد ذاكروا ازاي بعد كده، ما اللعب حلو برضه. لا 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 لا، الله يرضى عليك، اجل اللعب لغايه ما تخلص القضيه بتاعتي. حته الارض اللي عليها النزاع دي انا حاطط فيها شقه عمري. وانا برضه مش قلقان، عارف ابن عمي ظهر جامد قوي. يا راجل حرام عليك، لواء في الامن العام بحاله هيبقى ظهره حتة محامي غلبان زي. أنا مبسوط إن أنا شفتك وحطمن عليك في التليفون، كان نفسي أشوف الولاد والله. هما كمان كان نفسهم يشوفوك، بس هعمل إيه؟ ناموا بدري علشان يصحوا بدري وأنفذ وعد خدته على نفسي إن لو جابوا درجات كويسة الشهر ده هجيب لهم اللي هما عايزينه، فطبعاً هيروحوا بكرة مع السواق يجيبوا اللي هما عايزينه. آه من حق. مين السواق اللي شغال معاك دلوقتي؟ لا ده ولد غلبان، يعني ابوه كان بيشتغل عندي في المكتب. اه من هنا يعني؟ كويس. تقصد ايه من هنا يعني كويس؟ لا اصل في ضابط قدم لنا تقرير ان في مجموعه من العراقيين دخلوا سوريا وبنشك ان ليهم نشاط، وجات سيره ان في حد شغال منهم عندك. عندي انا؟ لا 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 لا, لا. افتكرت، انا جنبي هنا جار عراقي وله قرايب في العراق، كان وصاني ان يعني استغل علاقاتي في اني الاقي لهم وظايف كويسه واماكن يعيشوا فيها في الصيف قدر المستطاع. انا قلت كده برضه، بس لو جماعه العراقيين دول وصلوا ارجوك اديني بيهم علم يعني. بقول لك ايه، اللي انت عايز تعرفه اعرفه بنفسك، انا ما تحجرنيش في حاجه. ماشي يا عم كريم، بس لو ما جبتليش حكم في اول جلسه في القضيه بتاعتنا انا هكتب فيك تقرير انك بتشتغل ضد الامن. سد الدنيا. الراجل رجع ينادي عليا تاني. برضه عامل لي نفسك مش واخده بالك. لا مؤاخذه، مش الست دنيا ابو ليلى؟ ايه يا راجل انت بتنادي على مين؟ انا بس مش متاكد، مش الست دنيا ابو ليلى برضو؟ انا ما اسميش دنيا. غريبه، اصلا انا رحت البيت عند المقدم جواد السمرائي كذا مره وتهيالي ان حضرتك اخت المدام. ده يعرف بابا. انت عايز ايه؟ استنى بس يا يوسف، انت تعرف جواد منين؟ انا كنت السواق بتاعه يا ست دنيا، ما تخافيش انا معاكم. انا افتكرتك، انت اسمك صالح يا دكتوره. ازيك يا نور وازاي اخواتك؟ اخبار المقدم جواد ايه؟ بيبعت لكم او بيكلمكم؟ احنا ما نعرفش هو فين. ما تعرفوش ازاي؟ المقدم جواد في سوريا بقاله مده، والمجموعه اللي معاه كلها في امان والحمد لله، بس القائد ناظم ربنا افتكره الله يرحمه. احنا لازم نمشي عشان الاوتوبيس. ما انا بنادي عليكم الصبح عشان كده، اوعوا تركبوا مع الناس دول. ليه؟ لانهم ناويين لكم على غدر، والراجل البلطجي ده ناوي على الشر، وانتم لا مؤاخذه مسافرين بورق مضروب. انت ايه اللي عرفك؟ سمعتهم بيتفقوا عليك وبعد الشر على الدكتوره كمان. طب واحنا هنعمل ايه دلوقت؟ ما تشيليش هم، انتوا مش معاكم الورق؟ اي تعالوا بس معايا. بابا عيون بابا، انا كنت عايز الكبيره بس عم جواد قال لي خد الصغيره عشان انت صغير. زي ما تحبوا حبيبي. ودلوقتي انا عايزكم تدخلوا اوضتكم عشان في موضوع مهم هتكلم فيه مع عم جواد. حاضر يا بابا. يلا حبيبي. أبو جمال. أستاذ، أنا شايف الولاد بيقولوا لك جواد، كنا عارفوا اسمك الحقيقي من إمتى؟ من بدري يا أستاذ، أنت ناسي حضرتك إنك بتناديلي بالاسم ده بقالك فترة؟ جواد، أنت خلفت وعدك معي؟ أبداً يا أستاذ. غريبة إنك بتجاوب بسرعة، زي ما تكون عارفان اني بدي اسالك. استاذ انا بجاوب بسرعه لاني ما بكذبش، انا زي ما وعدت حضرتك
ما اتصلتش بحد ابدا غير مراتي ومن تليفون عموما. الامن العام عم بيجمع معلومات عنك. عني انا؟ لا تزعل مني، الاطفال اللي انت شايفهم هدول ما لهم حدا في الدنيا غيري بعد مامتهم الله يرحمها. ومعنى ان في تحريات ابتدت تتحرى عنك يبقى لازم، يبقى انا لازم امشي. انا همشي وانا مش زعلان، انا همشي وانا شايل جميلك فوق راسي، وهدعي يا ربنا ان احوالي تتعدل عشان اقدر في يوم ارد لك ولو جزء من الجميل ده. ابو جمال، يا ريت تقبل اعتذاري. أنا اللي متشكر يا أستاذ. هتعمل إيه؟ أنا أقدر أساعدك. اظهر مفيش فايدة يا أستاذ. أنا كان لازم أفهم من زمان إن وجودي هنا غلط. أستاذ كريم، أنا لازم أرجع العراق تاني. بس أنتوا عنكم الأحوال عم بتسوق يا جواد. ومش هتتغير طول ما احنا مش هناك. ممكن تموت. وانا يعني هنا عايش يا استاذ، يا ريت بس الحق اموت هناك. ما تقول، خلي بالك من حالك. انا مش زعلان يا استاذ كريم، لان الظاهر ده بقى خلاص قدرنا. نفطر ارهاب ونتغدى احتلال ونتعشى رصاص قناصة ومرتزقة، حاجة تسد النفس مش كده؟ لو بدك أي حاجة كلمني. يا ريت حضرتك تبقى تسلمني على الأولاد، ربنا يخليهم لك. يمكن يمكن يا أستاذ كريم دول لما يكبروا هما اللي يعدلوا الحال المايل ده. على فكرة، مادام أنا خلاص ماشي، عايز أقول لك أنا مين. أنا جواد السامورائي، ضابط في الجيش العراقي، حاربت كل الحروب اللي مرت على بلدنا. للأسف إلا حرب تحرير بلدي. صباح النور. ايه ده؟ زي ما تكون ما نمتش بقالك سنين. فعلا امبارح نمت احلى نومه، يمكن عشان شريف كلمني واعتذر لي كمان. الحمد لله، مش قلت لك ابننا عاقل؟ هو يمكن متهور شويه، متردد شويه، لكن ده طبيعي في سنه يا سامي. لكن لما بيقعد بقى مع نفسه ويفكر بيعرف الصح من الغلط. يبدو انك انت اتعلمت الكذب مني. انا؟ طب ليه بقى؟ فاكره مش عارف يعني ان موقف شريف اتغير عشانك؟ صدقني ده من نفسه. لا مش من نفسه ولا حاجة، لولا كلام أمه الحلوة اللي زي الملايكة دي ما كانش موقفه اتغير. إيه الكلام الحلو ده يا سامي؟ بقالك كتير قوي ما قلتليش كلام حلو زي ده. خايب أعمل إيه؟ عمال أكسب في قضايا شمال ويمين وسايب أهم قضية في حياتي على جلسة واحدة عشان تتحجز للحكم. قضية؟ أنا قضية؟ طيب يا سيدي، عموما احسن ما اكون جاي يعني جنايه مثلا ولا حاجه. حبيبتي مش القضيه دي انا اللي متهم فيها. انت؟ اه. طب اقري بقى واعترف. في ايه؟ اعترف، اعترف ان انا متهم بالتقصير، بالملل وبالاهمال. لا يا سامي، احنا كويسين قوي والحمد لله. يمكن علاقتنا جه عليها شويه تراب، لكن بمجرد ما يتمسح اكيد هترجع تنور تاني. ياه، الدنيا دي غريبه قوي. تخيل ذكرى الحب الأول في حياتك اللي كان مخوفني من أول جوازنا تدور الأيام وتبقى هي السبب في إن أحس الإحساس الحلو ده منك. كملي. أنا متشكر أوي.
على ايه بس يا سامي؟ على كل حاجة، على انك موجودة في حياتي، على انك ام ابني، على انك مراتي وحبيبتي واهم حاجة في الدنيا. لا بقول لك ايه بقى، انا بدأت ادوخ من الكلام الجامد قوي ده. وبعدين الساعة كام دلوقتي؟ أنا لولا كلمت لميا وعرفت إن أنت ما عندكش النهاردة محكمة كنت هتلاقيني واقفة فوق دماغك من بدري قوي. مش مهم، الساعات دي خليكي جنبي، تتقدم تتأخر مش مهم، المهم إن الساعة دي انظبطت. الساعة دي؟ القلوب يا حبيبتي زي الساعات، محتاجة من وقت للآخر كده إنها تتشحن، إنها تتملي بالحب. شكرا. قلت في سوريا، ما قلتش حلب. مش مهم، المهم انها هنا. انهم هنا. طبعا انا اسف، مش قصدي اضايقك، لكن انا اللي بيهمني ان المعلومه تبقى عندك صح عشان تعرف تاخد قرارك مظبوط. دنيا ابو ليلى دخلت سوريا هي والضابط الامريكاني ومعاهم عيله صغيره. قول لي انك متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده. ايه اللي متاكد؟ في واحد من عندنا كان معاهم في نفس رحله التهريب، صحيح ما ركبش معاهم نفس الاتوبيس، لكن هو واثق ومتاكد ان معاهم الورق اللي يخشوا بيه سوريا. انا عايز مجموعتنا في سوريا تشتغل على الموضوع ده، ادي اوامرك انهم يتحركوا لدمشق حالا. دمشق؟ اشمعنى دمشق؟ سوريا واسعة وفيها أماكن كتير للهروب أميز من دمشق. عيبك يا حيدر إنك بتبقى غبي في بعض الأحيان. ليه بس يا أدم؟ أنت بس اللي مسهل الأمور ومتخيل إننا ممكن نلقطهم بسهولة. أدهم دي سوريا. سوريا يا أدهم مش العراق. دنيا هتختار تقعد هنا علشان في سفارة أمريكية. الراجل الضابط بتاع ده هنا وصل لغاية آخر الخط. إحنا مش عايزين منه حاجة. طب وهي والعيلة الصغيرة اللي معاه؟ اهو هو ده مربط الفرس. هي اكيد واحدة من بنات اخواتها، مش مهم وجود البنت دي معاها ليه، لكن المهم ان وجود البنت دي مع دنيا هيحدد حركتها. مش فاهم قوي، بس اكيد في نهاية كلامك هنوصل لحاجة. دنيا طول ما البنت دي موجودة معاها هتهرب وتتصرف بطريقة تتناسب مع حركة وتحمل البنت، مش ابدا حركه وتحمل دنيا. يعني لازم هيقعدوا في بيت او اوضه او لوكاندا حتى صغير كده. ابتديت تفكر صح. انا عايزك كمان تخلي مجموعه من رجالتك تراقب جامعه دمشق 24 ساعه في اليوم. جامعه دمشق ده المكان الوحيد اللي دنيا ممكن تلاقي فيه حد يساعدها، لانها تعرف اساتذه كتير هناك، او على الاقل تعرف ناس في العراق يعرفوا. طبعا انت هتحتاج انك تنقل لدمشق. لما بتبقى مصحصح ببقى فخور بيك. على اي حال احنا هنقدر نتحرك بالليل واكون جهزت لك كل حاجه هناك. ما فيش اخبار من دنيا ادهم؟ ما بعتتلكش؟ لا. غريبه، دنيا اختفت. انا ابتديت اقلق منها يا حيدر. عليها، على دنيا ادهم. لازم نرتاح شوية، أنا خايفة نور يحصل لها حاجة. صح، معاك الخريطة اللي اديها لك طه؟ معايا. اتفضل.
احنا فين؟ احنا هنا. يا المسافة طويلة قوي لدمشق، بس الأحسن إننا ناخدها مرة واحدة. لا لا مش هينفع. اه صح، يبقى نقسمها، يبقى محطتنا الجاية تبقى هنا تدمر. متهيألي لازم نقف في محطة تانية قبل ما نوصل دمشق. نقف فين؟ نقف هنا في حمص. ماشي، المهم نشوف احنا هنقضي اليوم هنا فين. يا ريت نقدر نرتاح دلوقتي ونتحرك بعد الغروب. معلش يا نور، انا عارف انك تعبانه. يوسف، انا افتكرت حد كويس قوي في سوريا ممكن يساعدنا، بس يا رب يكون لسه موجود. مين ده؟ الدكتور عمر النجار، كان أستاذي في الجامعة في مصر وبعدين جه سوريا واستقر هنا وبيشتغل في جامعة دمشق. عارف لو كان لسه موجود هيساعدنا في حاجات كتير قوي. وهيكون لسه فاكرك؟ طبعا، أصل هو اللي كان بيشجعني وهو كمان اللي ساعدني إن أنا أشتغل في جامعة بغداد. ربنا يستر، بس مهما كان راجل كويس وعنده مكانة كبيرة هيقدر يساعدنا ندور على والد نور؟ ده راجل هربان، يعني بيتعامل بشخصية غير شخصيته. هو أنا لو قلت حاجة ماما كانت بتقولي عليها لأ هتزعل؟ نور يا حبيبتي، ده مش وقت طلبات عادية، مش طلبات من اللي ماما كانت بتقول عليها لأ. لأ، أنتوا بتتكلموا عن بابا والحاجة دي عن بابا. حاجة إيه يا حبيبتي؟ قولي اتكلمي. لأ ماما هتزعقلي لو قلت. يا حبيبتي يا حبيبتي، ماما هتكون مبسوطة منك جدا لما تعرف إن البنوتة الجميلة نور بتساعد طنط دنيا وأنكل يوسف. هو احنا في البلد اللي فيها بابا؟ ايوه احنا في البلد اللي فيها بابا. ماما قالت لي ان هو واحد صاحبه اسمه كريم. ماما اللي قالت لك كده؟ اه ماما هي اللي قالت لي. اسمه كريم ايه؟ مش عارفه، هو مش بيشتغل مع بابا في الجيش وبيشتغل حاجه اسمها محامي. يا حبيبتي يا حبيبتي برافو عليكي. يوسف انا حاسه ان احنا بنقرب. انتي بتتكلمي جد ولا بتهزري يا راكيا؟ بقولك سمعتهم بوداني، الشيخ طه كان بيرتب لحاجات كتيرة قوي، أولها إنهم يسبوكي، وأكيد في حد هيجي ورايا دلوقتي عشان يبلغك. طب وهو؟ قصدي هو مش جاي؟ مش عارفة، تحب أسألك؟ وانتي بتبصيلي كده ليه؟ أبداً، بشوف بس لو كان الشيخ طه هو اللي بلغك، كنت هتبقي مبسوطة كده؟ طبعاً، مش هيسيبوني أمشي؟ وانتي عايزة تمشي يا مليسة؟ ايوه يا راكيا، انا الكام يوم اللي قعدتهم هنا اتغيرت فيهم كل حياتي. لازم ارجع، بس مش على بغداد، لازم ارجع بلدي، لازم اراجع حاجات كتيره قوي. يا خساره، يظهر الواحده مننا هيفضل تفكيرها على قدها، مش زيكم انتوا يا خواجات. وانت فكرتي في ايه وطلع غلط؟ فكرت ان انت لسه عايزه تقعدي هنا؟ طبعا عايزه اقعد، بس ما ينفعش. طيب خدي الهدوم بتاعتي مغسولة ومرفية وزي الفل، ومعاهم جلابية جديدة والله ما لبستها، هدية عشان تفتكريني بيها. أنا عمري ما حبيتك يا راجل،
وان شاء الله هرجع لك بس لما الظروف تسمح. وخدي امسكي دول كمان، تلاقي كنت عايزه تطلبين بس كنت مكسوفه. ايه دول؟ اكيد انت محتاجاهم، ولا عايزه اهلك يقولوا علينا ان احنا بهدلناكي؟ كده؟ طب شكرا، مع الف سلامة، مع السلامة. شفتي انت قام ربنا؟ اهي اللي سببت الخراب ده كله، اتخطفت هي كمان. محدش اعلن عن الحكاية دي. ما هم مش عايزين يعملوا اي شوشرة، منتظرين ان منظمة من المنظمات الارهابية تعلن مسؤوليتها عن الحادث ده. شكرا للرب ان انتقامه جه بالسرعة دي. بس اللي حصل لميليسيا ده ملوش دعوة بانتقام ربنا. بتهيألي ابننا ما عملش حاجة عشان ربنا ينتقم منه. وهم اللي خطفوه ما طلعوش ليه بيان؟ الجيش طلع. بس مش الجيش اللي خطفه، أنا بتكلم بعقلية المجرمين اللي خطفوه، المفروض إن هم بيتباهوا بحاجة زي كده. أنا خلاص ما بقتش فاهم. ما بقتش فاهم أي حاجة، المسائل كلها اتلخبطت في مخي. عن إذنك أشوف مين على الباب. مارتن كول من البنتاغون، ده زميلي داني بروج من المباحث الفيدرالية، محتاجين من حضرتك 5 دقايق. خصوص ايه؟ بالنسبة لي أنا محتاج شوية معلومات عن النقيب جون وولتن، بعض المعلومات الشخصية اللي ممكن تساعدنا وناس كتير في الوصول إليه. في طلب رسمي من الخارجية المصرية بخصوص كده. أما بالنسبة له هو فهو بيتحدث عن نفس الشخص، ولكن هيجرى تحقيق مع حضرتك بسبب الحادث اللي عانيته ميس نانسي. لكن حاليا حضرتك متهم بقضية ضد العنصرية وإخفاء الحقائق. ومين اللي رفع القضية دي؟ المحامي المصري اسمه سامي سمنودي، ولد نقيب جو. مين؟ سامي سمنودي. أنت الوحيدة في العالم اللي ممكن تعملي دعايه كويسه للحرب دي. ليه؟ يعني مش باين يعني عليك اثار الحرب. انا ما عنديش مرايه بس متاكده ان الناس شايفاني جميله، لاني بحس بكده. ما تقولش عليا مغروره وبتبهى بجمالي، بالعكس انا واحده مهزوزه، حاجات كتيره قوي ما كنتش اعرفها، وعدم المعرفه بسبب القبح. افهم من كده انك بقيت تعرفي حاجات كتير؟ طبعا، عشان كده بقيت جميلة. لو كده كان ممكن العالم كله يبقى أجمل. هو يعني هتطلع من هنا على فين؟ على بلدي، بس مش هتكون محطة نهائية، في مكان تاني محتاجة أشوفه بعين جديدة. فين؟ فلسطين. يا ترى نفس الصورة اللي أنا بشوفها بعناية هنا هتفضل هناك اكتر؟ يا للدرجه دي انت متاكد؟ انت ايه رايك؟ متاكده من اللي شفتيه وعشتيه هنا ولا لا؟ اكتر من متاكده بس متعذبه. اللي هناك نسخه من اللي هنا، احيانا بيبقى اكتر بس عمره ما بيكون اقل. انا هقول كل ده، هعلنه. هيسمحوا لك؟ دايما عندنا في ناس بترفض وناس بتسمح. اوعي تقول اننا ضعاف، لان احنا مش كده. قول لهم ان احيانا بيبقى الظلم كبير قوي. تاكد ان انا هقول كل حاجه، لازم ارضي ضميري واقف جنب الحق، لازم اللعبه دي تتكشف او قوانينها تتغير، لازم الناس تعرف ان انا واللي زيي بالظبط زي الشطرنج. ازاي؟ ما انا كنت زي حصان الشطرنج، فرحانه بنفسي وبقوتي، بس كان في ايد تانيه هي اللي بتحركني، بتشيل وبتحط زي ما هي عايزه، حصان، عساكر، اي حد. انتوا في ايديكم توعوا الناس، تنوروهم، تفهموهم ان احنا شعوب طيبه مسالمه، ما بنعاديش الا اللي بيعادينا. احنا عدونا واحد يا شيخ طه، ولازم الناس تعرف انه المجازر دي لازم تقف،
لا الإسلام هو المشكلة ولا الحروب دي حروب صليبية. الأديان السماوية ما بتقومش حروب. أشوف وشك بخير. هنتقابل ومتأكدة إن البلد دي هتكون أجمل. حتى لو ما لقيتهاش أجمل هتلاقينا بنحاول إنها تكون أجمل. خلي بالك من نفسك، في ناس كتير قوي محتاجة لك. هنستناكي. في حاجات كتير في البلد دي جميلة قوي محتاجة إنك تشوفيها. هرجع إن شاء الله.